نقع في هذا البلد. نفس الفرشة بغاياها بنفس ما نحط وايد، مكياج كان أبدا مو وايد. أوكي، حين فرشة اللم. مكسور مالي وايد احبه من ميك اب فور ايفر رقم 170. هذا رقم 170 بعد الفاونديشن. اخذ فرشه كبيره على كل وجه. اساسا هو بعد صاير لونه تان. أخذ هذا الشادو من ماري غلام أو ماريا غلام أو ماري غلام، كنت ماخذتها من علي وايد حابتها. أضطلع لأن أخذ كل شيء وإيدي ربطة كذي صاير لونه. راح أحطه فوق عيني. أخذ هذا الشكل بني خفيف تحت العين، المفروض أخف شوي بس يعطي ظل تحت العين، بس أنا شوي اشتطيت. شلون نصلح حل هالشي؟ أحتاج فرح، أحتاج فرح لسهلي تعلمني شلون أصلح اللي سويته تحت عيني. أتوقع إني أخذ كومباكت باودر مسكرة الحواجب.
أنا أستخدم كاركتر أقوى مسكرة حواجب في الدنيا وفي العالم، لو مهما طلعت براندات ظل هي غير. خففون إيدكم، خففون إيدكم وأنتوا أوكي. الحين نأخذ أول يعني ماني عارفة فجأة طلع لي محمد رمضان بوم 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 بوم. طب بس قاعد اسمع لعاشر عبد المجيد، انا مشغلة اوريدي اليوتيوب وخليته يشتغل بروحه. من أوفرا بس غنونات عرفتوهم. حلوة صح؟ المهم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.